خوتي خواتاتي ها واحد السلام عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى كامل بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبنا لكم همزه من العيار الثقيل. لابارتمون اللي جبت لكم افي طنجة اليوم كتواجد في شارع فاس، يعني قلب مدينه طنجه. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوا شارع فاس فين كيتواجد، كيتواجد قريب من كاستيا، قريب من بولفار، قريب من شارع مولاي يوسف، قريب من شارع جيش المداكي، قريب من مولاي اسماعيل، وتقدر تمشى لاي مطع على رجلك وما تحتاج الطوموبيل. نسيتي مبروك. ومبروك طبعا، الله غني عن التعريف. دوز عاود نص الله، يعني جميع المرافق العموميه وجميع المرافق السياحيه كاين حداك. ابارتمون في سونتر فيل، الميتراج ديالها انتوما اللي كنتو طالبينو، والثمن ديالها انتوما اللي كنتو طالبينو. هاد الابارتمون جات في عماره فيها جوج ديال ليزاسانسور ماشي واحد، يعني واخا ما يكونش كاع حسن ما غادي تحتاجو فيها حيت جات في الايطاج الثاني. العماره فيها 8 ليزاتاج، وهاد الابارتمون باقي ما قلناش لنا شحال الميتراج ديالها. الميتراج ديالها 45 متر. الشقه ديال اليوم صيفيه بامتياز، الناس اللي كتبغي دوز الكونجي ديالها في لابارتمون تكون سكوندير، هذه الفرصه فين جاتكم بنيتكم ما تضيعوهاش. العماره فيها كاميرا سيرفيونس، فيها العساس، فيها السانديك، ورشتوها كامله نقيه بحال اداره العماره باقه جديده. عماره باقه جديده فيها جوج ديال الاسانسور ماشي واحد، ولابارتمون في الايطاج الثاني، وما غادي تحتاج فيها نهائيا الطوموبيل، يعني تجي تحط الحوايج ديالك وتسالى طنجه كامله على رجليك. واخا ما تحتاجش الطوموبيل، العماره راه كيجي معاها الباركين سوسيال، يعني عندك واحد البلاصه في الباركين اللي بغاه، راه زعما كاين مطع فين تبلاصي الطوموبيله ديالك. ودابا يلا نكتشفوا الفصاله ديال هاد لابارتمون. الفصاله ديالها هي خوتي غادي طيها لكم شويه من الاول، عاد من بعد غنطيو بلاصه بلاصه. يعني مع الدخله راه كتبان الفصاله ديال لابارتمون باللي هي مفتوحه على بعضياتها، جات الكوزينه مفتوحه على الصالون، وعاد فيها بيت اخر والحمام. وي يعني هاد ابارتمون ديال جوج الناس ديال العائله بوليدات، علاش؟ حيت لي زابارتمون الصيفيين ما كيحتاجوش فيهم بيوت بزاف، ما كيحتاجوش فيهم بيوت بزاف. وحتى الناس اللي عاد تزوجوا ان شاء الله بادين، هذه هي الفرصه. زعما لابارتمون باقا جديده، ستيتوها حلوه، عاد بثمن جد ممتاز، بحكم انها جات في وسط المدينه، ومعروف الاثمنه ديال وسط المدينه كتكون جد مرتفعه. وي هنايا فاتي هي كتطي لكم الكوزينه ديال لابارتمون، اللي كيفما كتشوفوا حتى هي فيها البلافون ديال القبص، فيها البلاكارات وفيها لورميه. لابارتمون راه ما كتجيش من الشركه، هيدا راك عارفين الشقق اللي كيجيو من الشركه كيجيو مصبوغين بالبياض، ما فيهمش الفينيسيون، ولكن مولات الدار هي اللي اختارت انها تعمل هذا الفينيسيون هذا اللي هو رائع بزاف. يعني عملات هذا الزليج اللي كاين في الكوزينه. وي الزليج اختار جوج انواع، يعني فرقات ما بين البيج العادي، فرقات بهذا اللي فيه الكاروات. وي وعاد السقف عملت البلافون ديال القبص، البلافون ديال القبص راه داير على الدار كامله، حتى الصالون فيه داك البلافون ديال القبص، الصباغ اللي عملت في الصالون كاينه خيال، يعني اصلاحات في المستوى. صراحه هاد لاكوزين حليلوه، يعني فيها موطع ديال البوطه، موطع ديال الثلاجه، الموطع فيها داك القشع، موطع فيها الطيب، يعني كوزينه على قد لابارتمون غزاله ديال المراه اللي غادي تكون حاطه. وباقا عندك موطع زعما فين تزيد بلاكارات. وي و اون فاس الكوزينه كاين الصالون ديال لابارتمون، حتى هو واخد المساحه الكبيره من لابارتمون. يعني الصالون اللي يهز ثلاثه ديال المطارب، ولكن راه لابارتمون ما كتبعش بالفراش، راه كتبع خاويه ولكن عامره بالاصلاحات اللي كنتوما كتشوفوا. ماشي ثلاثه المطارب، خمسه. ثلاثه، جوج طوال وواحد في الوسط. ياه يعني كتصور المطعم الوحده ديال الميترو، يعني راه الصالون راه جاني كبير. ليه راه كبير، وكيجمع زعما يجمع العائله ويجمع موالين الدار. والصالون ديجا عنده هذه الطاقه هذه اللي كتوريكم فاتي، وبحق حنا ديجا كنصوروا في العشيه والشتاء. الشتاء اليوم الشتاء كاينه الشتاء بزاف، والجو مغيم، يعني عادي ان تكون لابارتمون مظلم واحد شويه، ولكن هي اصلا انا كتبان لي راه ما مظلماش. لا كتبان لي مظلماش مضويه باغابوغ الشتاء، راه لي زابارتمون اللي كيكونوا فوق بالتراسه وكيكونوا يعني فيهم نفس الاضاءه ديال هاد لابارتمون هذه. حتى اللي بغى يزيد مثلا طاقه اخرى، بحكم ان الطاقه جات شبرا الجنب، تقدر مثلا تفتح طاقه اخرى في الجنب الاخر باش تزيد الضوء لابارتمون، اولا تزيد مطع ديال التهويه اخر، واخا هي زعما كافيه. عندك الصح. وعاد ملي صورنا دابا الكوزينه والصالون، دابا غادي نمشيو نشوفوا الحمام ديال لابارتمون لا تعيش عليكم الضوء. الحمام تاعو عملت له اصلاحات في المستوى، يعني حتى الاصلاحات اللي عملت في الحمام جد في المستوى، يعني رائعه وعاد مودرن. وي والحمام كما كتشوفوا راه فيه صحن الضوء، لابارتمون كتبع خاوية. خاوية انا قلتها في الاول، يعني لابارتمون كتبع خاوية ولكن عامرة اصلاحات. وي يعني الحمام صراحة الله راه ديليكس، لا من ناحية الزليج ولا من ناحية الاصلاحات اللي قلتي، وكاين حتى المطاع ديال السخان ديال الضوء، يعني إذا كنتو باغيين تعملوا السخان ديال الضوء أو إذا بغيتو تعملوا السخان ديال المطاع، راه كاين البالكون
اللي معنا شامبو اخر اللي غادي نمشيو غادي نشوفوه. وي بعد كاين المطع ديال الدوشه في الحمام، لا بغيتي تخليوه هكذاك مفتوح سينو مثلا تغطيوه بالكوليس. حنا غير كنعطيوكم افكار باش كنساعدوكم على الاصلاحات اللي بغيتي تعملها، سينو راه الاصلاحات هادو اللي كاينين كافيين وقابله للسكن. وي ودابا غادي نمشيو نشوفوا لا شامبر الرئيسيه اللي كاينه في هذا لابارتمون. يعني قبل ما ندخلوا نشوفوا البيت نعاس، هي اخترت ان هذا المطع اللي هو خاوي تما فيه كونسول المرايه والتلفازه، ولكن مثلا نتوما لا بغيتوا تعملوا مثلا شي بترينه هيدا برفوفه سينو فيزان مثلا محابق على حسب الذوق ديال الشاري وعلى حسب هو شنو غيبغي تما داك المطع يكون فيه. فكره غزاله ان بلاصه المرايه يجيو رفوفه صراحه الله يسع، الديكورات المكتوبه شي حاجه اللي غتبغى تحطها تما، فكره غزاله صراحه الله. ودابا غندخلو لا شومبر الرئيسيه اللي المسؤوليه ديالها هي هذه. يعني كان بامكان يخرجوا صراحه دو شومبر، ولكن هما فضلوا انهم يخرجوا بيت وصالون، يعني وتكون المساحه ديال الصالون كبيره والمساحه ديال البيت هي تكون كبيره واحد شويه. وي يعني عندك الصح، يصغروا من المساحه ديال الصالون ويخليوه غير وسط الدار ويعملوا دو شومبر. يعني حتى لا دخلوا البالكون مع البيت راه غيزيد يكبر وغادي تزيد المساحه ديال البالكون مع البيت. عندك الصح يا فاتي، غتورى لنا المساحه ديال البالكون اللي راهي صراحه الباتور هنا من الارض صراحه الله المساحه ديالها كبيره. حق قبل هي كنت طايه لكم في لا شومبر والشيء ديالها السقف ديالها المساحه ديالها صراحه راها ضاويه بحكم انها فيها هذا الباب هذا ديال الزاج. وراه كاين جوج ديال الالوان الصباغ هنايا، كاينين جوج كنت تشوفو ماينش من اللون. كاينين الغوز وكاين البيج. وي يعني بالحق كيبقى على الذوق ديالكم، واش تخليو هاد الصباغه تبدلوها تعملو بابي بان كل واحد وشنو كيبغي يعمل. فكروا المشاهدين ديالنا على لابارتمون اللي جات لكم افيتو طونجيلي ما فين كتواجد، كتواجد في شارع فاس، وشارع فاس راه غنيه غنيه عن التعريف طنجه، يعني معروف باللي هو سونتر فيل ديال طنجه، قريب من كاستيا، قريب من شارع الجيش الملكي، قريب من مولاي اسماعيل، مولاي يوسف، قريب من مبروك، وقريب من عين قطاوط، يعني قريب من جميع المرافق العموميه، ما تحتاج فيه الطوموبيل نهائيا، ولكن مع ذلك كاين الباركين مع لابارتمون. وي ابارتمون لي صيفيه وديال المدينه، يعني سواء تسكن فيها تزوج اول مره تسكن فيها سنه ومدام ياك، سواء اللي تاخذها غير الصيف اللي تصيف فيها راه عندها بزاف ديال الامتيازات، او لا اي واحد غير ياخذها ويستثمرها في الكره. في الكره معروف هنا الكره طالع الثمن ديالو، اي ابارتمون خاص تكون غير المساحه ديالها 60 تو راه غادي تجيب لك الثمن ديال الكره غيكون رائع. ونفكروا الناس هنا بابرز الهمزات اللي باقي لنا هنايا في افيتو طونجي، شنو طاح على بالك؟ طاحت على بالي الفيلا اللي كاينه سومي فيني في كزنايا اللي المساحه ديالها 208 المترو، عاد عندها المساحه مش مساحه ديزاين عصري بامتياز، يعني تصلح البروجي تصلح السكن تصلح القاعه ديال الحفلات على حسب الشاري شنو غيبغي يكون تما. وي يعني صراحه بلا تصلح حتى البروجي ديال قاعه افراح، انا ديما كنقول تصلح قاعه افراح مخيره تما على حسب الموقع ديالها ولا حسب الديزاين ديالها. ونفكروا الناس هنا بابرز الهمزات اللي باقي لنا هنايا في افيتو طونجي، شنو طاح على بالك؟ طاحت على بالي الفيلا اللي كاينه سومي فيني في كزنايا اللي المساحه ديالها 208 المترو، عاد عندها المساحه مش مساحه ديزاين عصري بامتياز، يعني تصلح البروجي تصلح السكن تصلح القاعه ديال الحفلات على حسب الشاري شنو غيبغي يكون تما. وي يعني صراحه بلا تصلح حتى البروجي ديال قاعه افراح، انا ديما كنقول تصلح قاعه افراح مخيره تما على حسب الموقع ديالها ولا حسب الديزاين ديالها. والناس اللي كيقلبوا على فيلا مثاليه مفينيا بلا بيسين ديالها، كاينه فيلا المدينه الجديده راه حتى هي مولاها زاد طيح الثمن وراها باقا ديسبونيب. طبعا ما نساوش لابارتمون ديال الزموري 3 اللي كتواجد في الطبق السفلي اللي الثمن ديالها 51 مليون، عند اصلاحات في المستوى مولاتها هبطات الثمن حتى هي نقصت الثمن. يعني الا بغيتوا تعرفوا الثمن ديالها جديد دخلوا علينا في الواتساب وحنا نصردوها لكم. وراها مساحه كبيره 65 متر فيها الصالون والسيجو بالارابيسك والكوزينه بالبالكون، وعاد عندها ثلاثه ديال الفاصل. شحال الثمن رجع؟ اللي بغى يعرف يتواصل معانا. لا ما تخليهمش يقولها لهم دابا باش يتشجعوا يدخلوا عليها. 65 متر 140 مليون فقط، فتواصلوا معانا اذا بغيتوا تشوفوها. قلنا لهم ابرز الهمزات، ابرز الهمزات بلا ما نطول عليهم. فين جات هذا الفخامه بالضبط؟ قلت له راه جات في شارع فاس، وشارع فاس هنا في طنجه راه غني عن التعريف، يعني تو سامبلومون لابارتمون جات في السونتر فيل. فيها 45 متر قلت لي في الايطاج الثاني، العماره فيها جوج لي سانسور ماشي واحد، لي كاميرا سيرفيونس، وعاد كاين باركينغ سوسور. الثمن ديالها هند شحال؟ 49 مليون سنتيم. ثمن مشجع بارابور ان ابارتمون في سونتر فيل شارع فاس ب 49 مليون فقط فسريع الاتصال. الثمن ديالها بالدرهم 490 الف درهم مغربي بالنسبه للناس اللي غتبغي تحول العمله ديالها. اذا عجبتكم هنا ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين على الشاشه، وحنا ان شاء الله غادي نجيبكم تزوروا هاد الشقه. اذا عجبتكم شي حاجه
في العقارات اللي كاينين في افيتو طونجي ما عليه غير يعطينا الريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه سواء في الواتساب سواء في التليفون باش نعطيكم المعلومات الكامله. تواصلوا معنا اذا عندكم ابارتمون كور من هذه الدرب الطبقات فيلا ارض باغي نبيعوها تواصلوا معنا حنا راه كنتكلفوا بهذا الشيء كامل. وهيدا كنا قلنا كل شيء. والله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي تتعملوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان رزق ويسهل لكم في اللي كتمنوا يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.